الله يحفظك. شوف على التواضع ديالك. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شوف خويا حسام. حسام حسين. الله يبارك، الله يبارك. شكرا 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 خويا حسين. الله الله الله. تحياتي كبيرة للأصدقاء ديالنا اللي تواضعوا معنا ويتواصلوا معنا في هذه الرحلة، وما ننساش نجدد التحية للأبطال ديالنا والمرافقين ديالهم، السي بدو الزكي والسي رشيد الله يبارك لنا فيه، تواضعوا معنا وصدمونا صراحة. الله يصدمونا، الله يجزيهم بخير، الله يبارك في أولياء الأبطال. شكرا، فرحتونا ونشطتونا، جزاكم الله خير. أنا مول كمين، أنا مول كمين صاحبي حسين. بلاتي فين مشيتي بدا فين؟ بلاتي شتي مشى؟ مشى بحسين. حسين الصحراوي معروف المغاربة كاملين. الله يحفظك خي الزغاوي، مشي واحد سهل خي. واخا ياسين بركات، وضروري يا صاحبي راه التعارف اصاحبي، التعارف راه من الدين. خلي عندك واكات وسميتك، وباش نلاتي باش نوثقوا اللحظة. بغيت كاع حماق معاهم 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 كاملين، راه عبدون. هما مساكين اللي مغاربة حنا فاقدين. تحية كبيرة للشيخ ديالنا الله يبارك فيهم. الله الله الله. واش هود خليك اخويا مع الحانوت، واش هود خليك اخويا مع الحانوت ديالك، واش هود. شوف اخويا، شوف 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 وها الصحراء اخويا، شوف. الله الله الله. ولا حانوت لا حبيب لا حليل لا رحيم. الله صاحبي الاخوة كيوقفوا لنا، شنو خصكم الماء؟ الله يجازيهم بخير، الله يرحم ليهم الوالدين. ورا عندك هادي شنو سميتك؟ ويزعم فيا قاعدة كندير لهم استنطاق، ندير لهم المحضر. الله، تحية كبيرة للأصدقاء ديالنا تما كتشاهدوا هاد الأثناء، وسمحوا لي تقطع لنا اللايف السابق نظرا بعد الأماكن ما كتبقاش فيهم الكونيكسيون. شكرا. الله خذ شنقلكم بكل شجاعة وبكل قوة ما شاء الله، وانا فرحان وصراحة انا حبيت الاخوان، يعني ارتحت واحد شوية وما مشاو قدامي، بغيت نتخلى شوية براسي طاب وحديثي الله يعين. ولكن مش بس هذاك المشهد مول الكاميون بوبغي يبقى جاي يجمع معايا، واش خصك هادي واش خصك هذا. وسير الله يرحم الوالدين، وقلت نوثقوا هاد اللحظة هادي. والله الا جيبوه كما قال حسن خاي، بوح تيتي ملي نكون في القبيه ديالي، بوح تيتي يا خاي ديالي. الله الله الله. واحد التخطيط عندي في بيكرام وانساني، واخا هي مبرطاني دابا ولا فيا الصبر تبارك الله، والله العظيم وليت كنصبر. ها الجمال، ها الجمال، والله يبارك. الله 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 الله. طلع طلع تعالخ. شكرا 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 الأصدقاء ديالنا، شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. تحياتي للجميع. أما
كاين اخويا ها ربي والصحراء كما قلتي والله العظيم. شو تبارك الله، شوف شوف الله 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 الله. شي واحد قال لي حنا بغينا تكون مع الاخوان، والاخوان هما غادي زعما مالنا، حنا راه في بلادنا صاحبي، زعما انا شكون انا؟ حنا كيف كيف راه قدامي وانا موراهم. انا وقفت راه وقفت راه انا راه كنزي بلا ما نخرج زعما مرة. انا قلت لهم قلت لهم الاخوان فوتوا قدامي انا والله يا صورت هاني انا نوريكم نوريكم حتى الحال. ها ها التليفون هو مسكر، راه حتى المكالمة بقا كنبغيو نجاوبو على المكالمة بالدراع زاد تشق، ولكن خليه يخدم. بلاتي ما نجاوبش بلاتي، نوريكم واحد الصورة صورت بكالتي نتوما تعرفوا القضية. السلام عليكم. مرحبا سيدي الحبيب، وكنشكركم اخوتي، كنشكركم على التواصل دائم. الله يجزيك الموت، الله يحفظكم. اشكون اخويا؟ والله يحفظك اخويا معاد. وعيس ما نسجل لك في النوامر ديالك، عيس ما نكتب معاد معاد، وكل مرة اخويا نمرة. اوقف اوقف انا في الصحراء ديالي يا وليدي، الصحراء ديالي. الله يحفظك اخويا معاد، الله يجازك بخير. الله يبارك فيك اخويا عمر، شكرا اخي معاد، الله يجازك بخير. الله يحفظك. انتم الاخوه كتشاهدوا ها الحال، ها شي حاله اللي كنت تليفون اخويا. والعام والعام التليفون هو عمر تبارك الله. ها شو 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 ها بيك الله. معاد وهاني ولا الاخوان، سمحوا لي سمحوا لي. ومعاد واخوي والله يرحم لي ام الوالدين، الله يكبر بكم اخوتي. مرحبا 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 واخوي بخير. السلام عليكم. وانا سي عمر لاباس عليك. والله يحفظكم اخويا، شو خرجوا تفجوا في بلادكم اصحابي وتشوفوا الصحراء. الله يرحم والدينا خويا، تحياتي كبيرة خوتي في دريصة. اطلب وعاود. خاصك خاصك اغنية ولد الذين امنوا. هادي يا صاحبي دي ماشي اغنية يا صاحبي. هادي انشودة انشودة يا صاحبي، انشودة المسيرة. يلا واخا واخا دابا شوف، دابا حنا باقا الطريق طويلة، باقا في نية الداخلة وفي نية واخا 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 واخا. شكرا شكرا تبارك الله عليك، الله يجزيك بخير، شكرا مع السلامة. فهمتوا الإخوان؟ ها الحالة اللي كنت فيها، أنا كنوريكم كل شيء. ها أنا شوف شوف مسكين والبيكالا تليفون تبارك الله عمر. ها موافق. ها شوف بيكالا كاس كتبان لكم هاي ربي كالا مسكينة نعسها، يعني قلت واحد الحالة لا يعلم عليها إلا ربي. أنا والله إلا قلتها نشرت الصورة هذه ونقول للإخوان واش فهمتوا أخوتي بهذه الحالة، هذه الحالة ديال الطوارئ. ها والله العظيم طيحت ربي كالا وهالرايا مسكينة، اللهم بارك. كنتمنى تكون الصورة واضحة. هاي هاي باينة هنا، ربي كالا مرة طيحة في الطريق، طيحتها في شنطي ومشيت نفك راسي. كنت واحد تقول هاد ضربتك السيدة، الله يطلب الله السلامة. الله وهاد الخلا تبارك الله، ها الصحراء وليدي، ها عطي الدق. ما بقيتش نحشم والله، ما بقيت نحشم والله إلا ها الصحراء يا وليدي. لا حاسيب ولا رقيب وليدي، ها سير وليدي، سير أبو حفصة وليدي يعطيك الله. الله الله دابا خصنا نتمشاو باش نوصلوا الاخوان. انا صراحه ما كنتش نعمل لايف، ولكن مولاد كومول الكاميون مسكين الصديق ديالنا ولد اكادير السي حسين كبر بينا وطيح السرعه مره وتواصل معنا، وهذا الله يجزيه بخير. الله ومالك يا بيكالا مابقاش كتزغرس، اسمعوا اخوتي هادي شي بولا شي بولا ماشي هادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام اخويا. والله يرحم الوالدين. اخويا معك العاصمة العلمية مدينة فاس. مرحبا بناس فاس. والله يرحم بخير خير. امين سيدي. الله. الله. مرحبا بك سيدي راشد العلوفي. مرحبا بك. شكرا 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 شكرا. الله يحفظك السي رشيد. والنعيلة والنعيلة فوتنا بشي 10 كيلومتر ولا 15. امين الله يجازيك بخير. شكرا شكرا. الله يكبر بك. شكرا اخويا رشيد. الله يجازيك بخير. تحيه مو... الله يرحم والدي. الله يجازيكم بخير. شكرا. الله يجزكم بخير. والله يجعلنا اهلا لهذا. مرحبا 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 سيدي رشيد. شكرا شكرا تبارك الله عليك. تحياتي لك كبيره. شكرا 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 شكرا. امين امين. شكرا شكرا. مع السلامه. الله. والاخوان شتو رواد مصيبه في الطريق ولا؟ رواد مصيبه في الطريق اولي. الله الله الله. يا مسكينة الدريويشة 120 فرانك. شوف شوف كنعلق عليها حوايجي. هو هدا نشف. هدا دابا نشف عشان خصني نجبد حاجة أخرى. هدا عاوتاني هو نشف. ها هو الله. ها هو فهمتو. كنعلق عليها الحوايج كلشي. شوف تبارك الله على جمالية. شوف الله الله الله. هدا فضل ربي يا وليدي علينا. شكرا لله. واه الخلا خويا. واه خوتي. واه الصحراء. واخوتي على هذا النقل هذا كنخبركم بان بلادنا غتمتاز بالسلم والسلام ونعم بالله. هانتوما كتشاهدوا. ها نكذبوا عليكم. ها ما كاينش شي واحد. واش تقول. ها ها الطريق مره مره كيفاجئني شي يقوم الكاميون ولا. انتوما كتشاهدوا. ها ها الخلا والفيافي. ها الصحراء. الله يبارك لينا في الصحراء ديالنا في بلادنا. شوف شوف شوف. شكرا شكرا شكرا. ها نسوا سير مول الكاميون باش نشوف فوقاش يجي شي مول الطوموبيل ولا مول الكاميون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خويا عمر. مرحبا سيدي الحبيب. هاني الحبيب ديالي مزيان. الله خويا الحمد لله. والله يجازيكم بخير. الله الله يكبر. الله يكبر بكم. كتكبر. الله يكبر بكم. و دابا انا الفول وسط دابا بين اخ فنير وبين طرفيه. بقى واحد 40 كيلومتر ان شاء الله. الله يجازيك. شكرا شكرا على هذا المرور بالخصوص حتى وصلت به. شكرا شكرا. امين بارك الله فيك. شو سميتك؟ شكرا سيدي محمد المطالب. شكرا شكرا. مرحبا. متشرفين بك اخويا. متشرفين بك اخويا مطالب. الله يحفظك. تحياتي لك. الله يجازيك بخير. شكرا. امين. مرحبا 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 مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا. الله يا ربي الله. يا سلام يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي. الله يرحم الوالدين. الله يحفظك. الله يكبر بك. اشنو سميتك؟
الله يحفظك. قالت عليك خايف فؤاد. الله يحفظك اخويا، الله يكبر بك. والله الحمد لله خايف فؤاد، الله يكبر بك. كل شيء بخير، والله الا كل شيء بخير ونعمه بالله. الله يحفظك، الله يحفظك. الله يا ودي الريح والرمله كطير تبارك الله. متشرفين، الله يحفظك. شكرا شكرا، الله يجزكم بخير. الله يرحم الوالدين ان شاء الله. الله يجزك بخير اخويا فؤاد. الله يحفظك. شكرا امين. والله الا بخير اخويا فؤاد، الله يجزك بخير. شكرا شكرا. عندك شويه ديال الانقطاع، شويه الله يبارك فيك، تقطعوا شويه. وانت عارف دابا حنا في الصحراء تبارك الله، الكونيكسيون ضعيفه. وكان عندي ديك اللقاء ديالك اللي تلاقيتي مع الطوسي وسيبه الزكي. شكرا. الله يجزيهم بخير، مسكين تواضعوا معنا وشجعونا. الله يجزيكم، شكرا. الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. بارك الله، الله يحفظك. ان شاء الله اخويا فوق. ونعم بالله، الله يحفظك. شكرا بزاف على الاتصال. كان شاهد اللايف ديالك وكنهضر معاك. الله يحفظك. فهمتك. فهمتك اخاي فؤاد، مرحبا بك. شكرا بزاف على الاتصال. الله يحفظك. بارك الله ما شاء الله على السيرة المغربية. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ما شاء الله على الاجواء ديالها. نعم. ما شاء الله على الاجواء الصحراوية. ونعم بالله. ونعم بالله. شكرا. تكلمنا كنسمع، انا طالع في العقبه وكنتكلم معك، فهمتي؟ انا كيعجبني شي واحد يتكلم وبلا ما يكلمني. تكلم. تكلم. انا كنت شويه ماشي وحدك والاخوان زادوا قدامي. لا الحمد لله. بلا ما تزيد تسولني في هذا السؤال دابا اخويا، جي معك التغطيه. انا قلت لهم، قلت لهم اخوتي فوتوا قدامي انا جاي. شكرا يا خاي فؤاد، شكرا. الله يعزك اخي يا بابا. شكرا، بارك الله فيك. الله، هذيك هذيك، ايوا يا هذيك يا هذيك، كتعجبني هذيك. ايوا شكرا شكرا يا خاي فؤاد. وتكلم يا فؤاد، مالك؟ مرحبا. تكلم مع راسك، الله يفهم مطلوب، وتكلم مع راسك. انت كتعاون معايا، ما تخلينيش نهضر انا. تكلم. زيد. امين اخويا، امين 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 امين. امين اخويا، الله يبارك فيك، الله يجزيك بخير. الله يجزيكم بخير. شكرا 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 شكرا. مع السلامه مع السلامه. امين. الاصدقاء ديالنا كلهم هذوك الاخوان، هذوك هذوك الساحقين المهنيه، راه كلهم الاصدقاء ديالنا. انا معاك اخاي. كضحكني يا صاحبي. مرحبا. تكلم تكلم تكلم، تكلم. وفي ان شاء الله انا وين نتمتعوا باذن الله؟ الى مدينه الطرفيه. مصطفى. الاخوان مساكن كيصوني، الله يجزيهم بخير. تكلم تكلم، هو فاسح الخط ما تكلمش. لا انا معاك اخي. تكلم تكلم، ها قول لي عندك، قول قص قص حياة مغربية وقول عشا الملك. هادي تكلم.
زيد الصحراء المغربية وكتبقى المغربية ان شاء الله. شو الملك كنحييك من اي تملو، كنحييك من مدينه اي تملو. وانا كذلك اخي مصطفى والله وكنحييك اخي. الله يجازيك بخير. ارتاح لي هاني. مصطفى مصطفى فؤاد اخي فؤاد يلاه سمعك الله عليكم وشكرا على الاتصال. الله يجزيكم بخير. الله يحفظك. شكرا 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 الاخوان. الله يجزيكم بخير. شي واحد مني يتكلم معاه هاي يتكلم، انا طالع في العقبه وكنتقاسل مع البيكاله راه الله حسن العون فهمتوني. وهذا تبارك الله الاخوان راه هربوا عليا فهمتي. وانا باغي نجيكم مره راه في هذاك المسخات ديال بوسر راه الله يبعدهم عليا ما بغاوش يتفكوا مني. كيحشموا بيا بعض المرة، كندخل بعض المرة اعزكم الله المرحاض وكنبقى تما نص ساعة وهادي والله العظيم كنتعصب على راسي مرة. بحال مؤخرا هاد الايام كنت بواحد المدينة ولا داعي ذكر اسميها، دخلت لواحد المرحاض فواحد القهوة وواحد السيدة خوتي والله إلا برزطني وتعدى عليا وانا دخلت نقضي الحاجه ديالي وهو مبرزطني طخ 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 طخ. تقول اصاحبي في الكوماساريه يا صاحبي طخ طخ طخ. وانا نخرج نقطع اصاحبي والله الا حشومه عليك اصاح. كنت تما انا تما حاط الفراشه وكناكل كناكل كاجو وكناكل كوكو قطع حشومه عليك. وهذاك القهوه كلشي بدا يدير بواخ بواخ كلشي بقى يضحك. ولكن خوش من فاعل مره ولا مسكين الخاطر يا خوتي. الله يا ربي يحفظك. وسبحان الله عجبتني الصحراء الحبيبه. شوف ما كان لي دق دق عليك اعطي الدق. الله يجعل البركه في الصحراء الحبيبه وليدي. تواسع الحمد لله تواسع الله. الا برزتني طق 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 طق. الله مرحبا بنسفس مرحبا. كيعجبني شي واحد ملي يتكلم معايا في التليفون هو يهضر هو يهضر لاباس بخير. يلاه تكلم عنك شي كلمه قولها حي المشاهدين. السلام عليكم. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك. نعم كنسمعك كنسمعك تكلم كنسمعك. قلت لي اليوم شنك مع بدو الزكي. انا كنسمعك واه تكلم كنسمعك. وانت منوض الصداع واصك كتسمع هذا. الله يفوز كلم ها تكلم. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا شكرا تحية متبادلة. ودابا هو متبع لي اللايف ما كيبغيش حتى يتكلم دابا. انا متبعك في اللايف اسمح لي. يلا تكلم تكلم تكلم. الله اكبر. والوالدة اسيدي يا ربي يا ربي اسمك لنا فيها يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. السلام عليكم. والله يحفظك امي امتي. الله يبارك فيك. شكرا. الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك امين. الله يا ربي الله الله يبارك لنا فيك. امين. الله 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 شكرا بزاف المهمه. الله يبارك فيك. امين. الله يجازيك بخير. الله امين. شكرا شكرا شكرا. شكرا.
الله يحفظك. الله يبارك لنا فيك. الله يبارك لنا فيك. تحياتي من جماعتكم الطيب ناحية فاس. مرحبا بالناس فاس، مرحبا جماعة الطيب. مرحبا الله يحفظك ويحفظ وليداتنا في الجامع. امين 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 امين. الله يبارك فيك وليدي. امين امين امين. السلام عليكم. يا رب عمر عندك الثاني الله يحفظك ما يشتراك. سير الله يحفظك والله يبارك لك الوالدة. شكرا بزاف على هذه المفاجأة. شكرا بزاف، شكرا بزاف على هذه المفاجأة. أولا شفت شي كلهم ربي وربي شي كلهم منك ربي الزين. هذه غادي نبو حبيبي الله يحمو مسكين الله. السلام عليكم. اسمحوا لي اخويا بعض مراكش التغطيه، اسمحوا لي ما تديمش عليا الله يجازيكم بخير. دابا انا بعض مراكش شتني كيشتني الزهايمر، كنبقى نشير بعض المرة وكاين الشرفاء والكرماء وناس الخير كيشاهدوني وانا كنبقى نهتري، ولكن الحمد لله كيبان لي راه الشغل القضيه عندي بوحدك ماشي ملا اخرى. كيقول لي واحد صاحبي السي عبد العالي الفلكي كيقول لي عندك القضيه ملا اخرى ملا اخرى. شكرا شكرا لكم. اول واحد العقبه خرجت حسن منها اول كامل ما بقاش شايب هنا وبس. قلب قلب الكاميرا اول كامل غادي راه هو يهود، هو يهود راه طلع سدابا غنتكس منه باغي كيبان غا هو يهود حتى يغطس. ها هو مشى مابقاش يبان، والله الا مابقاش يبان. الله غنجاوبو هاد المكالمات. شكرا تحياتي للمويمة، المويمة ديالنا ديال فاس. الله يجازيك بخير، الله يبارك فيك، فرحتينا بالاتصال. الله يرحم الوالدين، الله يبارك فيك، الله يرحم ليك الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا سيدي، مرحبا سيدي، مرحبا مرحبا مرحبا. كي داير سي عمر؟ والله اخويا الحمد لله، الله يجازيكم بخير. الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيكم. والله الحمد لله، الله يجازيكم بخير. شكون؟ انا من انا من لقيتك انت الميلودي في القهوه ديال الساحه ديال الصاله. انا وعدي الميلودي، انا وعدي الميلودي. وراه مده هادي، راه مده انت وعدي الميلودي. نعم نعم قلت لك زعما مده، راه شي 10 سنوات وقيله وكسا. مده هادي مده ما لقيتك شي 10 سنين وزياده ياك. الله يعطيك الصحه. شكرا بزاف. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يجازيك بخير. عرفتي شنو هو دابا؟ نعم. لا لا هذه فيها شي مشروع، شي مشروع ان شاء الله يهيئوه لنا هنايا. هذا المشروع ديال الطريق، هذو المشاريع ديال الطريق، ديال الطريق. ماشي ما كاين لا بلاصة هنا، ما كاين لا بلاصة لا والو. هنا ها الصحراء، ها الصحراء والشنطة وربي صافي. هنا شو سميتك؟ الثلاثي الثلاثي على الغرجة. انا قلت لك اصحابك جميل في محمد ودريم والضيف. نعم وعبد العالي مصطفى. الله يا ودي هذوك راه اصحابك. دابا انا راه كنشوفك دابا في الوايف، راك غادي شاف الطريق الله يسهل عليك. امين شكرا. الله يرحم الوالدين اخويا. واحد البلاطه قدامك، واحد البلاطه قدامك ما خلاش ليا فيها والو. لا لا هذا البلايك هذا ديال الطريق، ديال الطريق المشروع ديال الطريق. لا ماشي الداخلة. كانت نسالي. الله يلاه. كتفلا كتفلا شيوني تبارك الله بالاتصال ديالكم كتفلا شيوني. طرفاية طرفاية طرفاية. دابا انا قربت للطرفاية، باقا واحد 30 كيلومتر ولا 40.
يسهل عليك. امين امين امين. شكرا شكرا شكرا. الله يودي مساكن توضعوا معنا، الله يجازيهم بخير مساكن، الله يرحم ليهم الوالدين، فرحونا بزاف ودعمونا. شكرا 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 شكرا. امين امين امين. مرحبا 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 بالسرادي البقالي. والسرادي الله الله الله. وتوحشك صاحبي يا شخصيه ديالي. مرحبا مرحبا والله يحفظك السرادي، الله يكبر بيك. زغيدر وانا طالعين البقالة باقي ما جاوبتش البقالي. واحد الشخصيه تبارك الله. وانت عملت هذيك القضيه ديال سلس ودخل، ودابا اصحاب لي جاوب. والله العظيم ما عرفتش يا خويا كيف جاوبتك يا خويا زغيدر. مرحبا بك مرحبا بك. شكرا اخي زغيدر. امين امين اخي صغيدك. امين الله يحفظك. الله يكبر بك. شكرا 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 شكرا. الله يرحم الوالدين. الله يحفظك اخويا صغيدك. شكرا شكرا. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الله يحفظك. تحيه كبيره السي راضي البقالي. وسي البقالي قبل ما نجاوبك هذه المره واحده اخرى. سي البقالي مرحبا بك مرحبا بك. اسمح لنا الله يجزيك بخير. الله الله الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما كنسمع والو. سي البقالي غير اسمح لنا المرضي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحم الوالدين اخويا الحبيب. كلشي مزيان اخويا. راه كنتفرج عليك الله يهدي عليك. كنسول في وصولي. الله يرحم الوالدين. انا قربت الطرفاية ان شاء الله. دابا الطرفاية؟ دخلت ولا؟ لا مازال باقي واحد 30 كيلومتر. والله يوفقك على خير اخويا. امين. والله يهديك دابا. امين الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. نعم ياك. نعم نعم. كلشي مزيان اخويا. شو سميتك؟ الحمد لله الحمد لله بخير عليك. الحمد لله. شو سميتك؟ السلام عليكم. معك سي عبد الرحمن محمد. مرحبا سي عبد الرحمن محمد. مرحبا بك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا الله الحمد لله. الله يجزيك بخير. شكرا. الله يكبر بك. الله يجزيك بخير. الله يرحم والديك. شكرا بزاف. الله يحفظك. الله يجزيكم بخير اخويا. الله يرحم والديك. جزاكم الله خير جزاكم الله خير. امين امين. ما قدامي انا دابا ان شاء الله نوصلهم. والله يوصلك. شكرا امين امين. شكرا 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 شكرا. تبارك الله. امين 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 امين. شكرا 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 شكرا. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. وسي راضي واسمح لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا خويا الحبيب. انا سي عمر. مرحبا بخير مزيان. التحية من طنجة سي عمر. الله الله الله. قال لك طنجاوي وراسو عالية الخوا. الله الحمد لله الحمد لله. الله يجزك الله يجزك. ونطلب الله تعالى أن يجعلنا أهلا لهذا. الله يرحم الوالدين أخويا. والله العظيم كانت عندي بديك أنا تباركو أشهر يا تما وأنا نتعايش. شكرا بزاف شكرا. الله يجزك بخير. هاني يا سي عمر بخير الحمد لله. الله إلا تبارك الله عليك يا سي عمر. واش كتسمعني؟ كنسمعك كنسمعك. غاتكلم الله يرحم الوالدين. الله الله يجزيك بخير. المغاربه ديالنا ما كاينش بحالهم. والله باقيين هذا عندك فيها الشك؟ لا شك في هذا.
ديالي ما تبرش هاد السياده في شي بلاد اخرى. والله ما كاينه، انا كنحلف بالله والله ما كاينه، قسما بالله العظيم. والله ما كاينه زعما راس العقور يوقف ماشي الشغل ديالو يوقف عليك صح. نعم شكرا. نعم اعزك الله، الله يرحم الوالدين، شكرا بزاف. الله يكبر بك، الله يكبر. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. شكرا بزاف، الله يرحم لكم الوالدين، الله يكبر بك. جزاك الله خير، شكرا شكرا. مرحبا. صح صح. نعم نعم. ما قلتيش السميه ديالك. انا انس الحريشي. شكرا. انا اخي انس الحريشي، الله يحفظك. الحريشي. واخا سي عمر، الله يحفظك اخي انس الحريشي، الله يحفظك. ولا جيتي لطنجه مرحبا بك ان شاء الله. الله الحريشي، الله يحفظك اخي الحريشي، الله يكبر بك اخوي، الله يحفظك. شكرا بزاف. شكرا 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 سيدي انس، مع السلامه المرضي. شكرا على الاتصال. مرحبا بخي سمير وناس العوامرة. مرحبا سي سمير، مرحبا بك، مرحبا. كيف ما كتشاهدوا خوتي، هذه الطريق القديمة هما كيعمروها باش كيساويوها مع الجديدة. شكرا شكرا. اخويا سمير. هاني اخويا. الله يحفظك. صحيح الاباب. والله الحمد لله. الله يحفظك السي سمير. مازال واحد 30 كيلومتر. ايوا الطريق السلامة، والله يشافي السي عمر. امين اخويا امين. احييك بالعوامرة. تحية متبادلة اخي سمير. الله يحفظك ووصل لنا نفس واجيك. مرحبا. الله يا ودي مرحبا. 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 سلام الله يوصلك على خير. امين اخي سمير، تبارك الله عليك اخويا. ايوا الله يشافي، الله حتى الله يهرب. امين تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. الله. مرحبا بالاخوان ديالنا، تبارك الله عليكم. صراحه كاين شويه ديال الريح في الوجه، وحتى الرملة سبحان الله كطير كما كيقولوا، زحف الرمال. عندي واحد القفاص خمسة من ما عنديش معاهم، مره ما عنديش معاهم. الله شكرا لكم، جزاكم الله خير. دابا ان شاء الله ندير واحد التفاته للتعاليق ديالنا. سي احمد الله يحفظك. والله الحمد لله اخي احمد. الله يحفظك السي احمد الزيتوني، الله يكبر بك. الله يحفظك شوية. 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 الله يحفظك اخي احمد. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يجازيك بخير. الله يحفظك احمد. شكرا. الله يكون شيء بخير الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله خير. الله يحفظك. لا ماشي مشكل، ما راح ان شاء الله. شكرا 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 سيدي احمد، الله يحفظك الله يحفظك. الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا. اخوان هتسمحوا لي
نجري شويه ونوصل الاصدقاء. الو او بخير مزيان هاني الله يحفظك. كنسمعك كتكلم. انا غنقرب لك التليفون باش تسمع صوتك في اللايف. تكلم. السلام عليكم. دابا درت توصل الوحص مزيان. دابا نتمشاو شويه اللي كنبقى نهضر في التليفون وهادي كنمشي على بطء. يا رويضه رويضه. دابا نجري شي شويه باش نوصل الاصدقاء ديالنا. شاهدي اخي الحبيب شحال ديال المسافة ضربنا. الصحراء والشنطر الله يبارك. ما كاين والو صراحة هاد الطريق صعوبة لعفات الصحراء ما عطاهم الصحة. شوف وتهزز الطريق مهزوز حتى باش تجنبو في المشاكل ديال الفيضانات ديال الماء. زعما الله يعطيهم الصحة. هي الطريق القديمة هي هادي اللي كيعمروها باش يسالوها مع هادي باش تكون طريق رباعي. هادي هي الديوة اللي كتجي. ولادنا في واحد النمو ما شاء الله في هاد السمان ديال 2021. هي كتحتاج لمسألة وقت. نجبدو شي تمرة بعدا نحليو شوية. قالو حلي باش توليه. شكرا سي طيب. ايه يا سي طيب ايه تهلاو فينا الله يجزيهم بخير. ها تمارس بارك الله بسم الله. الله ها مزيان. هادو شي واد وقع لينا.
السبب. الابطال ديما تبارك الله تمشاو، اللهم بارك. الله مزيح. يلا تم يلا ايوا بسم الله. مزيح عمو تصالح قائل شكو هاد المرضي هذا اللي عندنا هاد الاهداء السبيلان المفرش وحباب المفرش بقى ما وصلتي ريو راك عزيز ابو حفصة عبدو من ايطاليا السلام ان شاء الله خويا عمر نبيل. شكرا خويا نبيل. خويا اجي وصل قول الله حسن العون. حنا غادي نتبارك الله يعني وكنقول لكم هاد الحادات وكنتكلموا معاكم ونا با بروبليم كما قال القوي فهمتيني. اللهم بارك ماشي الكذوب ولا حنا بالمباشر. علامات الدراجة الهوائية علامات الدراجة الهوائية من الحدود إلى الحدود، من حدود باب سبتة المحتلة إلى حدود الكركرات المغربية إن شاء الله. ماشي كلام، داكشي عملي والدليل. ها انتم كتسمعوها كطق طق 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 طق، هي غادا الحبيبة، ما كاين لا موطور لا والو، غير الدم واللحم، وهادشي راه ساهل، هو هادشي خصو واحد الجهد، كما يقول لي السي عبد الله الرحيوي، هادشي خصو جهد، شهيد، جاهد تشاهد، أما باش تقيل خينا عاسو هادي وكذا. الانسان يتجنب المعاصي وعلى راس المعاصي الزنا. الزنا ويسيب كدير طق طق طق، كنت كدير هاد الطق وتسكتي وديري الطق، دابا طق 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 مع راسك. محمد خلوق بابك نبيل مدي طريق السلام ما شاء الله مين. الله 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 هادشي بالخير تبارك الله. اللهم بارك. شكرا 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 لكم. شكرا حسن أزي، اهلا سي حسن أزي الشخصيه ديال تيزنيت. شكرا على داك الاستقبال الجميل وهذيك الهديه، راه الاصدقاء بانوا لي راه هذاك الكاميون اللي غادي الابيض مش هذا اللي جاي، راه كاميون
بالو لي راه الله الا هما نجبدك كما كيقلو نجبدك الله يلا سخنوا شويه. ايوه محمد رضا مول بيكالا تحيه متبادله حيت الاخوان باش نقولوا يعني الكلمه ديالنا راه صعيب الحال باش تسوق بيكالا هيدا وتشبر اللايف هيدا فهمتي راه صعيب الحال هادشي ماشي سهل شحال من واحد كيقول لي واه شنو هذا واش كتبقى في الهضره راك طيب كما قال لي واحد مسكين قال لي حنا كنسوقوا ها الساعه جوج سوايع كنعياو راه بقى لك حتى خمسه سوايع فوق بيكالا ما كاينش المشكل خمسه سوايع وزيد زين زيدك حتى صبغي ولكن انا كنقول لك هذاك الشيء بالاستمرار وتجنب المعاصي والذنوب ماشي كنقول لكم حنا راه ملائكه حتى حنا بالبركه ديالنا ولكن عندك الفساد عندك الزينه رد بالك من هادي خايبه بزاف هادي والله الصحه ديالك لا كسبتيها كيف ما قالوا هي ضياع الصحه والمال تيريري هادي اجت بالسلامة فهمتني يعني شوف الناس ها غناو وشنو قالوا يا ضياع الصحه والمال الزينه الله يسمى مره لا والو دابا خصنا نجيبوا الاخوان باذن الله الله يبارك سي خالد ابو هرب تعلق مرحبا بك شكرا شاهد واحد خيب السياره ديالو اللهم بارك وعمل واحد الخيمه بوحديتو هو فين صح سك اوليدي شوف شكون يهضر معاك شوف فين تلقى هادي فين ها قول لي فين تلقى هادي الاخوان نقول لكم من هنا يعني ردوا بالكم هذوك المشككين والمخروطين اللي كيخربطوكم عندك والله راه تعيش معذب راه كنتكلم معاك وقال لك سول المجرب لا تسال الطبيب فهمتي دابا داك السيد راه بالسياره ديالو ها في الخلا وبالقويطين ديالو دابا هذيك اللحظه شحال خصك تخلص عليها باش نكونوا واقعيين سبحان الله ضرب الحر ولا ها سبحانك يا جليل وفي مشاو هادو هما بانوا لي الله ما بقى يبان والو هذا البحر ولا البحر مسكين ها الله يلا بل لي العالم غادي يرفرف حمزه وعليكم السلام محسن كامري محمد بابا كنت كنتفرج في الكره وشي لاعب سميتو بابا قال كاميروني ولا بحال هيدا الله سواق عاقل عليه كاين لاعب سميتو بابا شي سميه كتجي حديها بابا هذا كيقولها المذيع بابا دي واحد السكنه ديال الجيش البحريه شو غبا يتبارك الله اللهم بارك فهمتوا الاخوان الرساله بغيت نقول لكم بقاو شي يتريقلوا عليكم المشككين حنا كنعيشوا في هذا البلاد الامين الحمد لله تحت يد امير البلاد الله يبارك لنا فيه وولاة الامور ديالنا كاملين الله يجازيهم بخير شو تبارك الله انت كتشاهد شو ها انت ما ادانا حد ما شوف على امن شوف تبارك الله
هادشي دابا خصنا نفرحوا صاحبي والله الا خصنا نفرحوا والله العظيم راه الحق نقولوها صاحبي ونشكر الله نشكر الله 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 سير وليدي مع راسك والله الا كنتمنى تمشي تدخل شويه لهي تدخل داخل فهاد السحري الله يحفظك ونضرب القيطون الله 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 وشي قوي ميلا كطيب وخا ما كنعرفش نطيب والعيون والعيون والحبيبه والعيون الله يسمح لي منك العيون بقيت كنجيبك باذن الله 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 131 كيلومتر بحال اللي غادي من القصر الكبير لطنجة هي العيون الحبيبه كتعزي عليا ومعلم محمد وابو ادم ديما بابا ها اسمع محمد النحيلي سوا كيعرف بابا بلاتي بلاتي مشى هو دا ولد هو دا صاحبي الله يهديك في مشى ها سمع الله يحفظك سمع من بابا اشوف محمد النحيلية انا قالك الرياح قوية الله يلا عارف اللعيبة الله يلا ما عندي ديما بابا صيني غالي وشوف ها الله يلا عرفت سبحان الله العظيم خويا محمد الشفاوي الشفاوي مولاي تاج ياسين شكرا ها الحراو ومعلم كما قلتي والبغيل هو الحمير مشكلة هادي خويا اشتوك احمد واش كان شي غدا الساعة كل شي موجود ووالو اخي الحبايب ما بانوش وما واحد ستاسيون بان ها واحد ستاسيون بعد ما طلعت هاد العقبة هو بان مفاجأة راه واقفين فيه الكاميونات مرحبا حمزة خالد أبو وسام حان موعد صلاة الظهر ما شاء الله هذيك الرويضة علامة صيادي الأسماك بالقصبة إياه أبو زينب المغربي ملي ترجع بالسلامة أجي على الرشيدية وجداب كان نهضر الحسيمة تطوان باب سبت قصر صغير طنجة العريش والله ما سخيت إن شاء الله هذا الشيء لا نعمل بوش دور 320 كيلومتر يا دي بوش دور الحبيبة اسمحي لنا اسمحي لنا سمحي لنا بوش دور سمحي لنا الله 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 كتعرف بس بعد الوقت كنت غادي كندور بيدار وكنبقى نشوف راسي في النقطة اللي أنا فيها زعما كنخيل راسي شاد التليفون وكنشد هداك الجي بي اس وكنشوف راه أنا كنعمل خرابيضة في واحد البلاصة يا صراحة الإخوان الإنسان اللي كيبقى حدودي راه والو مسكين ما كيستافد والو كبحال سيدنا خالد بن الوليد خالد بن الوليد شنو قال قال لك قال رضي الله عنه ما كاينش في المعنى الكلام ديالو قال ما كاينش شي مكان في الجسد ديالي الا وفيه ضربه برمحين او بسيفين او 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 قال لك ولكن ها انا اموت كما يموت البعير يلا صراحة انسان خرج يا صاحبي خرج خرج ضربك الهواء ديال البلاد شوف 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 اصاحبي شوف وايد مشعترين تبارك الله الكاميونز شوف 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 ويضا ما بقى فيها ميت شوف عطيك وحدايا عيني عمرت بالعرق الله على ريحة الصابون اجي اخوتي اجي
ها البحر، ها هو خما سمية منتصر. مرحبا، شكرا. مدني شمسي، مرحبا السي المدني. وفينكم الحباب؟ شكرا سيدنا، الله يحفظكم الله يحفظكم، الله يحفظ سيدنا، اللهم بارك. وفينكم الحباب؟ وفينكم الصحاب؟ ها واد البراجة، هذا اين براجة؟ روح استاسيون. ها ام المؤمنين، يا سلام. ها ام اخوتي، ها اذا المرا ما بانو ليا. إذن وقيل هنا نصليو. السلام عليكم. الله 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 الله, الله. طيح دابا كلشي. يلا سهلة، كنديرو الاستراحة ماشي هالشيافر ديالنا وليدي. هانا اللهم بارك. كما كنقراو في بيرمي، ملي كتسوق واحد جوج سوايع ولا كيفاش شحال كتاخد واحد القسط ديال الراحة، محطات الوقود الرحمة، داكشي زوين تبارك الله. بالخصوص راه نتوما كتشاهدو الجماع، كنحييوك بحال هاد الناس هادو، الله يجزيهم بخير. السلام عليكم. أخدمتوا أخويا؟ خصكم اليوم تخلصوا في الزيت. الله يحفظك أخويا، الله يجزيك بخير. الله يحفظك، كتعرفني سبحان الله. الله يجزيك بخير، الله يرحم والديك، الله يجزيك بخير. من القصر الكبير أنا. نعم، الله يجزيك. شيفور ياك؟ اللهم بارك، الله يرحم والديك. وخا ناخذ معك شي ذكرى. مرحبا، قلنا السميه ديالك. محجوب. فين كتسكن؟ بوجدور. بوجدور تسمح لنا خاي، كنت كنشوفها في الخرائط شحال بعيده تبارك الله، ودابا هي باقا لي شي 200 وشي 20 كيلومتر. الله زيدها البوجدور 180 ل 190. اذا لا ما وصلش 400. لا شي 300. 300؟ شوف انا بانت لي فواحد البلاكه شي 200 وشي حاجه. شتي من العيون؟ غير اش كيقول لك؟ نعم غير من العيون تما شحال؟ 180. صافي انت دابا من هنا العيون 120. الله، اذا باش 300 وزياده. 300 وزياده. الطرفيه ما بقالك لا والو. لا الطرفيه 30. بقى شي 32 كرومتر. الله 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 الله. العيون الطرفيه. الطرفيه ومن الطرفيه للعيون 100 كرومتر. شحال باقا دابا من هنا لبوجدور؟ بوجدور باقا لك اسيدي. شوف عندنا العيون 130 زين، وغادي نزيد 190. هي 320. هي شي 320. لا ماشي مشكل. هذا العيون زاد نص ديال العيون. ودابا خاي هاي سمحوا لنا هاد المدن، هاي سمحوا لنا جايين بها بالدراجات وجايين. غادي تجي راه مزيان غادي تشوف انت. الله يرحم الوالدين. الله يحفظك السي محجوب. الله 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 يحفظك. شرفتينا والله يجزك بخير. لا كاين لاطر ديالها. صح صح. هذا الزح ديال الرمان ما كاينش بزاف. لا لا ما كاينش في الشتاء. صبت الشتاء البارح مع جوج الليل، سولتك من القهوه. قال لي مع جوج الليل. ما كاينش الزح بزاف. لا ما كاينش. دابا هذه المنطقة واش عندها شي سمية؟ هذه المحطة ديالها اسم محطة البنزين ديالها. دا الرحمة هي مكتوبة الرحمة. الرحمة ولا شنو نقول لك هذه أخ فنير الرحمة ما بعيدش من أخ فنير. أحنا يلاه خرجوا من أخ فنير. لا شي 60 كيلومتر دابا ضربنا. 70 كيلومتر. 70. اجي دابا مثلا من الاخ فنير لهنايا واش هذاك الطريق عندها شي سميه؟ ما عندهاش شي سميه. الصحراء الطريق الوطنيه. ياك الوطنيه رقم واحد. صافا. ما كاينش. لا ديما شوف الكروميت شوف فيه في الجنب ديالو. الله العدد الكبير هو طنجه. الله ديما راه باينه الطريق. اللهم بارك. تربط مع البلاد كاع. الله اكبر. من العريس. انا من القصر الكبير. القصر الكبير. شحال من القصر الكبير مولي بوسلهام؟ مولي بوسلهام تكون هذا شي 50 كيلومتر. حتى 60. ها؟ الأربعة ديال السوق الأربعة. كاين الفريز تما. السوق الأربعة شي 35 كيلومتر من القصر. خير موجود ها؟ لا فوكا مول خير. خير موجود الحمد لله. المغرب فيه خيرات تبارك الله ونعمة بالله. الله الله يحفظها من الزوال. الله يلا. كنشكرك السي محجوب. السي نوقيات. الله يجزيك بخير. وحنا سعداء بالمعرفة ديالنا بك. وسبحان الله يرحم والديك السي محجوب. الله يحفظك. سبحان الله من اساس هذا الدين التعارف. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. علاش؟ لتعارفوا. عند الله.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، شرفتينا هذا المباشر وحييتينا الاصدقاء. الله يجزيك بخير، شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. شكرا خويا المحجوب، الله يجزيك بخير. ما كرهناش دير واحد الرحله لمكه المكرمه والمدينه المنوره لا سمحت الظروف، ومن يمشي علينا هذا الوباء. انا مساعد اخي حمزه الغيلاني، والله الا مساعد اخي. انت باقي لك 36 كيلومتر الى مدينه الطرفايه، حيت انا دزت على هذا الطريق اربع مرات. تحيه لك، الله اكبر، اللهم بارك، اللهم بارك خير موفقك حمزه. حمزه مرحبا بكم. انتم كتشاهدوا القافله ديالنا هي وقفت هنا في هذا السطاسيون، يعني تاخذ الراحه ديالها. تبارك الله، انتم كتشوفوا هذا المسجد، ها المرحاض الرجال والنساء. تقريبا شي كدا وكلو شي كدا و 30 كيلومتر او الحمد لله 30 الحمد لله المدينة ديال الطرفاية. نرجو الله تعالى بالتوفيق ان شاء الله، الله يجازيكم بخير المشاهدين اللي كيشاهدونا. اخونا عمار ابو حفص الحمد لله كتشوفوا المديرة الحمد لله ديال الخير، وهذه المسيرة الإيمانية. عمر ابو حفصه النحيلي، النحيلي كتبها عمر النحيلي يطلع لك اللايف. الله يحفظك السي المحجوب، الله يجزك بخير، الله يكبر بك، شكرا، الله يحضر لك البركه. امين. فيسبوك، فيسبوك ابو حفصه النحيلي بالعربيه. ايوا غير عمرها باش نستنجاو الشيء. تكلم تكلم السي حسن. لهذا الله سبحانه وتعالى كرمنا، نعم علينا بهذه النعمه الحمد لله الاخوان. تبارك الله الرياح اللي واجهنا تبارك الله في هذا الطريق دابا، هذا 70 كيلومتر من اخ النير حتى لهنا، والتطاير ديال الرمال. وكاين فيها الرمال، منقطعه ديال الطريق، شويه ديال الاصلاحات. فنرجو الله تعالى ان يصلح ان شاء الله بالخير والبركه. امين. البلد امين. امين. والحمد لله الاجتهادات ديال الاخوان الحمد لله راهم الحمد لله في صحه، في صحه جيده من فضل الله تعالى. احنا ان شاء الله رانا مواكبين المسيره ديالنا ان شاء الله. وتنتمنى الله تبارك وتعالى بالدعوات ديالكم، الله يحفظنا ويحفظكم وليداتكم اهلكم كل اللي كيتتبعنا وتيشجعنا من هذا الطريق وفي هذا المكان. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يصلح اعمالكم، امين، في ارزاقكم، امين، ويسر الخير علينا وعليكم وعلى امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتمنى الله تعالى بالتوفيق، ما تبقى ان شاء الله من اعمارنا كل شيء، هذا الشيء اللي بقى في العمر نطلب الله تعالى اجعلوا في طاعة الله وطاعة رسول الله وابتغاء مرضات الله. الله. لأن هذا الشيء غالي. هذا الكون هذا غالي عند الله سبحانه. وحبكم الله تبارك وتعالى وكتسمعوا لنا وكتشوفوا فينا وكنستمعوا منكم حتى أنتم. راه ذوك الكلمات ديالكم راه كيزيدوا فينا تبارك الله نصائح كثيرة، كتنصحونا كتهدوا لنا عيوبنا. احنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون. التوابون. التوابون. لهذا الله يصلح بنا ويصلح قلوبنا جميعا، اللي كيشوفنا واللي كيشاهدنا من قريب ومن بعيد. الحقيقة باش الإنسان تكون بواحد الصحة جيدة في هذه الحياة هذه وتعبد بها الله سبحانه وتعالى، وما تعصي بها ذاك اللي خلقك بها سبحانه. أنتم كتشوفوا راها الله تعالى عطانا هذه البركة 60 عام، راه ما شاء الله ماشي سهلة. وتدور البيضالة وتدور 100 كيلومتر في اليوم 120 إلا توفقنا من فضل الله تعالى وكان زيدهم من فضل الله. ولهذا هذا توفيق من الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن عرف الله عرف كل شيء. ومن فقد الله فقد كل شيء. واعلم ما أصابك ملك ما كان ليخطئك. وما أخطأك ما كان ليصيبك. فإن مع العسر يسرا. المؤمن الحمد لله دائما يحافظ على اوامر الله في الحياه ديالو. يعرف ان هذا واحد الوقت قليل قليل يا اخواني الكرام، وهذه الدنيا فقط هي دار الابتلاء ودار الامتحان. يلا السي حسن فوق، الله يوفقنا. امين. ان شاء الله ان شاء الله الاخوان غادي يتوضوا باش يصلوا ان شاء الله جمع تقديم ديال الظهر والعصر، وان شاء الله يتزودوا شي شويه بشويه ديال التغذيه ديالهم ان شاء الله. وطلبوا من الله تعالى، الله يوفقنا واياكم ان شاء الله، وعيدنا معكم ان شاء الله في الطرفايه ان شاء الله باذن الله. شكراكم. حاش كاين شي كلمه مسقوله؟ الحمد لله. السلام عليكم. بعد ما وصلنا لهذ المحطه الاستراحه اتجاه طرفايه، درنا المسافه ديال 70 كيلومتر. الحمد لله كان الطريق مزيانه، الجو مشمس،
الرياح شويه تطير الرمال. كان بعض 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 الاماكن في الزحف ديال الرمال من مكان الى مكان. الله الحمد لله تحاول نتجاوزوا على 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 هذا المكان ووصلنا بخير على خير. دركو باقي 30 كيلومتر للطرفايه والحمد لله ورحنا بخير وعلى خير. نعم بالله كنوصلوا ان شاء الله ونزودكم بالباقي. الطريق كانت مزيانه وهاد المناسبه وهي ملي خرجنا من اخ فنير بواحد 10 كيلومتر كان واحد المفاجاه. هذيك المفاجاه وهي كانت وقفت لنا واحد الطوموبيله. هذيك الطوموبيله كحله فيمي ما كيبان فيها حتى شي واحد وحنا بعادين عليها بواحد 20 متر. شويه وبذلك كينزلوا واحد 4 ولا 5 الناس في الاتجاه ديالنا حنايا. المهم ملي وصلنا حنايا شكون اللي لقينا؟ لقينا بادو الزاكي حارس فريق الوطن المغربي ورشيد الطوسي مدرب فريق الوطن المغربي وبعض الافراد المرافقين له. الحمد لله كانت واحد البادره طيبه ضرب واحد المسافه ديال 20 متر وشجعونا وجاو تصوروا معنا وكما كيقول المثل الحريفي كيقلب على خوف فين ما كان. الله يعني الرياده المحب الرياضيين كيقلبوا. الحمد لله رشيد الطوسي تصور معنا وكذلك بادو الزاكي وكان بعض الاخوان المرافقين له وعجبتهم الرحله بالدراجه الهوائيه. فرحوا بنا بزاف وفرحوا بنا الله يجازيهم بخير. هنا كيبين لك بان الرياده اداب صلة. ابو علي انا هنجاوبك انا هنجاوبك اخي انا شوف التعليق ديالك كمل الحاج. الرياده بان الرياده صله صله رحيم وتعارف ولقاء مع الناس. الحمد لله الناس كاع كيسلموا علينا وكيكلاكسونوا علينا وكيتصوروا معنا. حتى هذه البادره ديال السفر بالدراجه الهوائيه بالنسبه لبعض الناس كتجي مغربه ولكن الحمد لله فيها خير وفيها نشاط وفيها حيويه. تلاقى مع الناس بحال مثلا الزاكي والزاكي دوكا كون مشيتي للدار البيضاء بغيتيها تشوفو ما تلقاهش. ولا رشيد الطوسي كذلك تمشي تقلب عليه ما غتلقاهش. ولكن الله سبحانه وتعالى هو جابو ها هو جابو لينا هو ينزل بيدو وشكر الله وجا لعندنا وتصور معنا وبخير. شكرا سي الحاج. ايوا كنعرفوا الذاكره ديال البادو الزكي في المكسيك 86 وكذلك رشيد الطوسي اللي كاين في فريق الوطن المغربي كان كيدربوا المرحوم مهدي فاريا الله يرحمه. مين ايوا بشراكه كل من اللاعبين البادو الزكي والمريس والخليفه والبحياوي وكسينا ودياز والحداوي وكريمو خويا عمر كريمو والغريسي وخيري جوج اصابات وتيمون. ما قولي شي علاقه عندك مع الخياده. المهم هذه كانت ما قلبوا الموضوع دابا الفرق كمل كمل 86. المهم لولاه اصابه اللي تسجلت عليه ضد فريق الماني لما داز الدور الثاني. حاج ياسين انت ايما شولف عليك ولا كنحلعس حداك وهادي كيفاش هاد الصيله واش بيناتكم؟ انا كديه للسي حسن. هذا السي حسن هذا السي ياسين هذا السي ياسين الله يجازيه بخير. هذا هو العينين ديال السي حسن. الله اكبر. هذا هو الشيفور ديال السي حسن. الله اكبر. لولا حسن لولا بعد الله سبحانه وتعالى بعد الله سبحانه وتعالى نعم بقى السي حسن بوحدو. الله هذا هو اللي كي اليد اليمنى ديالك أكثر الله من يد اليمنى. الله لولاه لما وصل السي حسن لهذا الله المكان. أكبر الله والحمد لله راه باقي شاب يلا يتجاوز العمر ديالو 19 عام وسبحان الله ما شناش يعني ما كيش شي حاجة كينقص لهم حقه ولا هذا سبحان الله كيحتارموا هذا الصبر ديال هذا الطيب هذا الوادر بحال ولدي راه الله يعني هذا الصبر ديال شكل البارح بلاش ديتي جدد العمى في ظلمه واش تقول؟ ويلي عرفت درك اجي هنايا عرفت المتا ديال العمى اللي شد وصب لنا الحويجات وانا ما صبنتش لي حويجات صب لنا ولكن قال لي قال لي الحمد لله قال لي الله يلبي الله سبحانه وتعالى الله يجزي الله يجزي بخير لكن هذا السيد الله يجزي بخير وماشي الغريب في الامر هو ذاك الصبر كنحيوا هذا الاب ديالو وهذه الام الاب ديالو تا هو والام ديالو مساكن نجبت الناس الشخصيه اللي مخلياه مع 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 عمو يعني هذه راه بادره طيبه. الحاج غير يتكلموا شويه نشكره وراه ما كيتكلمش يلا ما كيتكلمش يا سي عمر عجبك تقول عليه كل الناس راه كيشوفك كنشكر المشاهد. كيفاش العلاقه ديالك بعمك وكيفاش كتحس؟ هو داك الشيء كتحس به عادي مولف مع الطريق خاصك هات فوق عادي زيد فوق زيد شنو اخر؟ كيفاش ملي كيبقى يقول لك بدل هنا كذا هذه وانت تكون طالع في العقبه حيت حنا بيدنا دابا الحمد لله ماشي نقولوا تكونا ولا هذه دابا حنا في البدايه ديالنا ما كتكون طالع في العقبه ما تحملش شي واحد تسمع الصوت ديالو يهضر معاك ولا واش هذه كاينه ولا لا؟ كاينه ها كاينه بخصوص تكون طالع في شي عقبه وشي واحد يقول لك واخا يقول لك ها شدها اليمين ما كتحملوش كيفاش دابا انت ملي كتكلم معاك وانت باقي صغير وسبحان الله وبعض المرات يقدر يتكلم معك يعني بواحد الطريقه تقدر ما تقبلهاش ومع ذلك ما كندوزها عادي ماشي مشكل. شنو السبب؟ ها؟ شنو السبب؟ الصبر. الله اكبر.
هما صبروك الا كتعرف اخاي المشاهد مشكون طالع بك الله في العقبه. واش شي واحد هو في المصلحه ديالك يقول لك شبر ليمن وما تحملوش يقولها لك والله لا حملتيه قسما بالله العلي العظيم. اما لا قال لك يا صاحبي هذه ماشي هذيك ولا هذه خلاها عروقاتك خلاها خلاها الحاج كما كيقول الحاج الحاج باش واحد تتصل بك وتطلع في شي عقبه لا ما جاوبوش واخا يضل يغوت واش انا كنتسنى يمشي تبان لي الهبطه واخا يجاوبوش كاين بعض الناس كاين بعض الناس كاين بعض الناس كيوقفوا لنا في العقبه اي كيفاش لك توقف لي كيوقف لك في العقبه كيقول لك نتصور معاك نقول له لا اخويا خليني نطلع الفوق ما يمكنش شوف مالك شوف شوف مالك الحاج صاحبي هو وقف الربوق قال لي واش خاصك شي حاجه ويقول لي العاج لا هو ما خصني والو خصني والو والله الا نبغي لك الكرم عمرك وقال لي راه لي لا 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 والله الا كاين الكرم وكاين الناس جواد الحمد لله كاين الناس خاصه كنشجعوا الناس الشيافر الشيافر ديال الكاميوات الحمد لله كيعطينا واحد المسافه ديال الامان وكيحافظوا الله يجزيهم بخير الله يجزيهم سمحت لي نقاود بواحد التعليق الله يرحم الوالدين قال لك اسيدي سي علي بلاتي نجاوبك على السؤال هذا برحاوي محمد قال لك رئيس جمعيه المسيره الخضراء النسويه بالعيون ومؤسس للدراجات في الصحراء المغربيه ابتداء من سنه 2016 يرحب بالاخ عمر النحيلي في العيون الله حنا عارفين شكون القضيه نايضه في العيون عارفينها العيون ستخرج عن بكره ابيهم حتى تستقبل هذه الكوكبه المباركه اللي كتحمل هاد الدراويج وهاد البوبريين وانا معاهم فهمتي شكرا لكم عارفينها بلا ما تقولوها لنا غيكون واحد اللقاء يا سلام واحد الترحيب في الغايه والنهايه من طرف خوتنا الناس ديال العيون وراه العيون راه عندي معاها واحد العلاقه وطيده بما الاخت ديالي الاستاذه ديالنا والفقيهه ديالنا يعني دوزات واحد المده كبيره في العيون اللي كان الراجل ديالها في السيربيس وهي كانت مسكنت في العيون وبالضبط في حي مولاي رشيد. شكرا خويا محمد على هذه الرساله ونمشي عند السي فين مشى؟ عالي وقيله ابو علي ابو علي انا مصمم حتى تجاوبني غنجاوبك انا دابا نطلع التعارف كاملين حيت دابا انا صراحه من الطبيعه ديالي ملي كون كتكلم شي واحد في المباشر ماشي من حقي نتكلم فهمتوا الاخوان يعني واحد كتكلم وهذا وانا جاي نقرا التعليق هو يقول هذا كيفاش زعما واش كذا ولا فهمتوا باش نكونوا واقعيين الله يرضى عليكم دابا غنجاوب الاخ والله اعلم ما كملش عندي 20 يوم باش خرجت ما كملاش هذا محمد يوسف خاي واش هذه جريدة الصباح كسبتي ولا شنو هو؟ اسي محمد بلات انا ما هنتوضا ما هنصلي ما والو غنتبعكم هنايا بلات اش قلتي؟ واحمد نقي الكروب 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 اسي محمد اصاحبي ما لقيتش شغل اصاحبي شوف هاد الجريده قد خو صاحبي راه تعتقول لنا شي حاجه والله يهديك السي محمد الله يهديك وتحياتي كبيره لعائله النحيليه العائله النحيليه دريس الادريسي اللهم بارك امين الله يفرح عندي مقلوب راه قلبني دابا كنحط يدي هكذا كتبان لي يدي في الكاميرا تحياتي لكم فرنسا هشام احبك في الله الله يحفظك سيدي هشام الخمسي شكرا خويا يونس مراكشي تحية من الجزائر تحية متبادلة الله يبارك لنا في خوتنا في الجزائر الله يحفظكم من كل سوء ومكروه شكرا الحبوسي يوسف تما تسلم عليك الله يحفظك خويا يوسف الله يجزيك بخير سمية منتصر الله يعطيك الخير اختي شكرا مرحبا كريم مربوح طريق النصري قربته ان شاء الله تحية متبادلة من بلجيكا دائما اخواننا الله ينصركم عبد الله انت طيح اولدي انت طيح الله يرضى عليك انت طيح بلال التطواني وعليكم السلام اخوان تبارك الله عليكم تبارك الله على السي عمر يعطيك السلامة الله يرضى عليك السي محمد السي محمد ودي يوسف خاي عبد الله الطنجاوي الله يلقينا معكم نحيي وراحي مرحبا جواد وهبي مرحبا بك في العيون الله 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 تحيه من اخ فنير مرحبا خويا ابراهيم والكاسك رشيد العلوفي
كل المتابعين يبارطاجيو اللايف. دابا انا غنقطع هاد اللايف هذا. رحله سعيده سيمو الامير. مرحبا خي ياسين بركه. هشام فتحي حفظك الله وعار سيدي عمر من فاس الله يحفظك. عبد المربوح شكرا. عز الدين الله يحفظك. اخي حسام الحداد وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه من طنجه. مرحبا خي بدر. زكريا بن عبد العزيز توحشك اخويا الله يحفظك وعليكم السلام. يونس الطويل الشياضمه مرحبا بنا الشياضمه ربي يعاونك امين. خويا نعيمه بدويه قي 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 اما كي كتقاقي فيفا من اصيلي الله يحفظك خويا. ازود وشلالات ازود كلشي الله. رجال من طفل رشيد تمارة رجال من طفل تحياتي لك حبيبي الله يحفظك سيدي زكريا. اخوان تبارك الله عليكم شكرا لكم. عبد الرحيم المنور تحيه لهذه الشخصيه ديالنا الله يبارك فيك شكرا. جزاكم الله خير. ابراهيم بن تحسي عمر في وصلتي. احنا الان دابا على مدينه على ابواب مدينه طرفايه. وصاحبي ستاتا ها هو كيحماق كيحماق هنايا سيستاتا البطل ديالنا ديال العدو الريفي. والله يبارك في البطل ديالنا سيستاتا. تحياتي للكبيره البطل سيستاتا. وسيستاتا مره اخرى ان شاء الله الله يسمح لنا منك. اشوف اطلب الله اتوجه الله غنمشيو للسعوديه ان شاء الله. سير تصلي للمجدوب هي لا تنفعك. اللهم نعاود ام رضا. اخوان تبارك الله عليكم خليكم معنا لا زالت رحلتنا طويله الى حدود الكركرات المغربيه ان شاء الله على متن الدرجه الهوائيه. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ الكريم حاول تشرب اليمنى. يا شكرا اخي على هذه النصيحه. حنا كنشربوا بالشمال حنا نصارى. والله الا زوين. دابا هذيك دابا تجيك في بالك عمر النحلي يشرب بالشمال راه اليمنيه هذه. السلام عليكم اخي الكريم حاول تشرب باليمين. نعم سيدي باقي زيد. سي حسن يقول لكم واحد الكلمه. انا السلام عليكم ورحمه الله الاخوان كتشاهدونا الحمد لله. دابا هذه الساعه هذه المباركه الحمد لله الله كرمنا اخوكم حسن الدراج الوطني بجهه واد نون بالميم. فتنشكروا الله على هذه النعمه اللي اعطانا الله تعالى وعلى هذا الاتصال ديال الاخوه الحمد لله اللي كيتواصلوا معنا من المغرب وخارج المغرب واللي كيشجعوا رياضه الدراجات. حي المتابعين ديالي السي حسن. اي كنحييكم جميعا في كل مكان. كل من الحمد لله يشاهد اخونا ابو حفص عمر النحيلي كنطلب الله تعالى يوفقنا وياكم بجميع الاعمال الصالحه في الدنيا والاخره. امين. وكنحييكم من هذا المكان ومن هذا الطريق الحمد لله احنا في اتجاه طرفايه. فتنحييكم جميعا وتحياتي لكل من كيشاهدنا وكل من كيساندنا وكل من كيدعمنا ولو بكلمه طيبه. الله راه في وجه اخيك صدقه. كل ما كان الحمد لله الانسان دعواتكم راه كتوصل بفضل الله. وحتى حنا كندعو لكم لانك حنا انتم كتسالونا حق الدعاء حنا كنسال لكم حق الدعاء. ودعاء المسافر راه الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزقكم الخير ديالها ان شاء الله والثواب ديالها الله ليوصل لكم لوالديكم لاهلكم الاسر ديالكم والشباب والبنات الكبار والصغار في جميع مشارق الارض ومغاربها لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمين. والمغاربه كلهم وجلاله الملك الله يحفظه ويبارك في عمر جلاله الملك محمد السادس والحمد لله رب العالمين. صافي شكرا شكرا شكرا. تصفيقات تصفيقات على السي حسن. لا قولوا اكتبوا الله اكبر حسن. التصفيق للنساء كما قال سيدي النبي. هذوك تنشكروا النساء اماتنا اختاتنا. دابا النساء واخا يصفقوا هما انا شي حديث هو ما عرفتش الله اعلم. المهم حنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء. ايوا هما انا كنعرف الوالده كانت كتزغرت الا كان شي فرح العيالات كيعرفوا يزغرتوا. نعم. الا كان شي فرح مساك الله يبارك لهم والله يحفظ نسائنا وبناتنا واختاتنا والله يعلمهم بعلم نافع ان شاء الله. راه امهاتنا هادو كل اختاتنا والله يصلحهم ويصلح وليداتهم ويصلح بناتهم ويصلح ذريتهم جميعا ان شاء الله. شكرا. تنشكرهم جزيل الشكر. وحتى ها قال لك احبك في الله اخ حسن. قل له انه كما قلت انت الله احبك الله الذي احببته فيه. شكرا. صافا الاخوان يلا وكان ناعس ومنين هضرتي في الله فاق. سي ستاتا ستاتا خوتي كيف ما كتشاهدوا لهذا النقل هذا واحد البطل ديالنا صراحه الله يسمح لنا منه والله. ستاتا بطل ما شاء الله ديال العدو الريفي رجل يبلغ 100 العمر
أكثر من 60 سنة ولا زال في العطاء. الله يجزيه بخير ولا يجزيه هو. أخوان تبارك الله عليكم، شكرا لكم. هنا هنصليو ونتوكل على الله الطرفية. مع السلامة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. صراحة كان فرح من كان بقى من كيطلعوا لي بعض الإخوان أبرز المعجبين، بحال دابا أم ريان هاهي، ها السي عبد السيوبي، أبرز المعجبين، أبرز المعجبين. كان فرح صراحة، شكرا لكم، كدعمونا وكيف ما كيقولوا كديروا لنا فيه الملحة. الله يجزيكم بخير، شكرا، مع السلامة. وما زلنا ما زلنا معكم، البطاريات موجودين الحمد لله. مرحبا بنا السطات، وصير تصلي راه الوقت. أنا خاي محمد، أنا ها ما ضربناش أخويا، أحسن مدينة. مع السلامة، شكرا. والله ما كنسخاو بكم، تبارك الله. تبغى تشوف 500 وزيادة المشاهدة، أخرجوا يلاه أخرجوا، طيحوا 500 نقطع اللايف، طيحوا المشاهدة من 500 يلاه. إيوا هاهي 530، نعم يلاه يلاه. واه خرجوا خوتي، خرجوا كيزيدوا، خرجوا خرجوا بوجهي، واخا زيد، خرجوا خرجوا، الله لا نقطع، طيحوها 500 أخرجوا، الله يديكم، زيد 515 خرجوا 512، سير تصلي، خرجوا من اللايف أصاحبي، يا 529، يا السلامة، مع السلامة، شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.